نعم الشيخ، ما زلنا في نعم ننتقل إلى الشيخ الآن المختار. نعم المختار من أخلاقه عند التعامل مع الطلبة أو في معاملة الطلبة أحيانا، الشيخ المختار كنت إذا رأيته في الشكل هكذا في الظاهر تهابه وتقول هذا الشديد سبحان الله، لكن سبحان الله إذا دخلته لا تجد ألين منه. سبحان الله، شفتم مثل هذا؟ سبحان الله. نعم صحيح. فهذا من أخلاقه، فهو مع هذا كان يعامل الشدة في محل الشدة. نعم ما شاء الله. وكانت له فراسة عجيبة، والله هذا ما وجدت في الأمين، لكن المختار كانت له فراسة عجيبة. فمثلا على سبيل المثال لو أتيت إلى الشيخ المختار كما حصل هذا مرارا وتكرارا في المسجد معه، وأنت طالب مثلا تلتقي به أول مرة فقد ينظر إليك ويتفرس فيك شيء ويقول أنت كذا مثلا من جهة النسب والانتماء وكذا يفعل هذا الشيخ، وهذا وقع منه وأنا بحضرتي. أذكر أن طالبا أو أن رجلا كانوا يأتون من الجامعة الإسلامية موظف وكذا يستمعون فالشيء لما جاء أحدهم في يوم من الأيام وسلم على الشيخ قبل بدء درسه وكذا، فالشيخ نظر إليه في وجهه وقال أنت من ذكر اسم بلدي، هو ما أدري جاء من نجد وكذا من هذه البلاد عربي من هذه البلاد، فقال أنت من تلك البلاد من هذه البلدة وذكر اسم البلدة. نعم. فقال هذا الرجل قال نعم، قال أنت من بني كذا قبيلته، والله لا تكادون تصدقون. فقال نعم. هذا الرجل تعجبت عجبا، وبعد ذلك ما كاد يراني إلا وتذكر القضية اللي حصل سبحان الله. فإذا رأني يسلم عليه يقول كيف الشيخ سبحان الله، هو كان موظف لم يكن ناجي، كان انتهى من التعلم وتوظف. هذا من الفراسة. والشيخ مع هذا كان إذا جاء الطالب يسأله فهو أيضا سبحان الله لفراسته أسئلة بعض الطلبة لا يجيب عليها. ها أيضا نعم. فيقول لبعضهم كما وقع هذا من قال للطالب أنت إذا جئت للاستفادة أفدتك، وإذا جئت لغير ذلك ركلتك برجلي حتى تخرج من باب المسجد. سبحان الله والله سبحان الله. لكن ما يفعل هذا اللي مع جميع الطلبة، كان يتفرس ويقول مثلا يقول بعضهم قال لي بعض الطلبة يأتون ينقل إيش الكلام العلماء، وليس لأنه يريد يستفيد بس يسمع كلام من هذا العالم مثلا ويغر الصدور يغر الصدور مثلا ويأتي ويسأل كان يريد أن يعلم وليس كذلك، يريد شيء آخر ما أدري. لا إله إلا الله سبحان والله الشيخ هذا من فراستي ما شاء الله. كيف لا ما أجيب على مثل هؤلاء. هذا الواجب يا شيخنا، هذا الواجب يعني العلماء. نعم. الواجب أنهم يعني مثل هالطلبة يركلون. هو قال أركلك برجلي. والله ليتهم يركلون يا شيخ. ما من المسجد سكوت سبحان الله. ليتهم يركلون يا شيخ. هذا من أخلاق الشيخ. شيخنا في نقطة أنا أتصور وأنتم في المسجد القديم لا مراوح لا قديما هذا الحمد لله. نعم ما كان في لا مكيفات ولا في شيء، المسجد الجلد والصبر كيف يسمونه هذا المسجد شو اسمه قديم القديم القديم نعم نعم قديم نعم. كان يجلس الشيخ هنا في تحت سارية من سواري هذا المسجد القديم رأيت نعم. وكان يجلس على ايش على الارض مع بساط هكذا جيد وما يجلس على الكرسي، واتوا له بالكرسي فقال لا سبحان الله. ها وما في ميكروفونات شيخ؟ ما في ميكروفونات؟ ميكروفونات في؟
لا 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 الميكروفون الشيخ أعطاه له صوتا ما شاء الله. مثل صوتي شيخنا. كان ذا صوت ما شاء الله. فحتى كان أحيانا يخفض صوته. لا إله أن هناك شخص آخر من أهل العلم يدرس هناك أو كذا. ما شاء هذا من أدب العلماء. أنا محمد المختار. أي محمد المختار. يخفض صوته. يخفض صوته. وليس هناك ميكروفون. لا إله إلا الله. صوت ميكروفون. ما شاء الله. رحمه الله. رحمه الله. فهذا بعض أخلاق الشيخ. وكان الشيخ من أخلاقه. نعم. الجيدة أنه كان يخفي ما له من أعمال أو أمور طيبة قد يمدح الإنسان عليه. نعم. عليها. فكان لا يريد يظهر. ما شاء الله. منه شيء من هذه الأمور يخفيها إخفاء. نعم. رأيت. وكان يخلص كثيرا والله. ومن ذلك أني وصلت إلى هذه البلاد وهو قد شرع في شرح سنن النسائي الذي سماه شروق أنوار المنن الكبرى بكشف أسرار شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بشرح أسرار السنن الصغرى النسائية. هذا اسم شرح النسائي. جيد. وهو شارع فيه. وكان يمشي ببطء في الشرح. حتى قلت له متى تنتهي من هذا الشرح؟ لأنه كان أحيانا إذا قرأ أو إذا وضع كتاب جزءا أو كتب جزءا وسنحت فرصة منه معي يقول لي اقرأ لي يا عبد الرحمن هذا الجزء. أيوة. يستمع ومعنه انتهى منه. يسمع كيف يعني. رأيت كان يفعل هذا والله. فكان بطيئا. كان بطيئا لما قلت له متى تنتهي به؟ فقال يا عبد الرحمن أنا أؤلف ما استطعت أن أنهيه منه سيستفيد الناس منه، أما ما لم أستطع أن أؤلفه أو أن أشرحه فما علي أن أشرحه حتى يقرأوا فيه لا. سبحان الله. الذي استطعت أن أشرحه يستفيد منه. صحيح. هذا كان من أخلاقه. الله رأيته. جزاه الله خير. ما شاء الله. كان هذا من أخلاقه. يعني يراعي فهم الطلبة. نعم. يعني يتأنى في الشرح حتى يفهم الجميع. لا هو حتى يفهم الجميع ويخلص في عمله. لا إله إلا الله. رأيته. تأني مع إخلاص. نعم. وكما سبق أن قلت أيضا في من أخلاقه التي تتعلق بالإخلاص أنه سأله سائل كبير شخص كبير في السن في ذلك الوقت كانوا من أصدقائه يأتون المسجد يسمعون وليسوا طلبة لكن يلازمون المجيء المسجد النبوي يستمعون ويستمعون يجلسون يستمعون. فقال له هذا الشيخ قال للشيخ ما لك تعليف ما رأيت لك تعليفا. نعم. فقال له الشيخ ماذا تفعل بتعليفي أنا؟ فقال ذلك الشيخ أستفيد منه. قال تستفيد منه؟ قال نعم. وكرر الشيخ عليه هذا السؤال تستفيد منه؟ قال نعم. تستفيد منه؟ قال نعم. فأنا أسألك الآن هل عندك تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن اسم هذا التفسير؟ نعم. هذا إمام المفسرين. نعم. فقال ذلك الشيخ نحن عندي هذا التفسير. قال له هل عندك فتح الباري؟ فقال أيضا عندي فتح الباري في البيت كله. نعم. قال هل قرأت هذين الكتابين جميعا؟ فقال ذلك الشيخ لا. قال سبحان الله ما انتهيت من الاستفادة من هذين الكتابين تريد مني أنا أؤلف لك وقبل من ألف. صحيح. على كل حال فسكت ذلك الشيخ وعرف قصد الشيخ. لكن الشيخ بعد كل هذا قال لذلك الشيخ أبشرك أني في الآن في شرح النسائي أشرح الآن أشرح النسائي
كما تريد. تريد تعليم هو هذا. لكن لم ينتهي منها شيخ. نعم. ما انتهى منها. ما انتهى منه. أنا المال الذي قلت لك هو كان بطيئاً. بطيئاً. لو انتهى منه لو أمكن أن ينتهي إلى أن ينتهي منه كذب له 15 جزءاً وهو ما انتهى إلا من 3 أجزاء. سبحان الله. آه. هذه الكتب موجودة هنا. طبع. إذا أردت أن تراه موجود. ما شاء الله. نسختان. نسخة جديدة نسخة قديمة. نعم. في 3 أجزاء مفرقة ونسخة جديدة كان مجموعة في مجلد واحد مثلاً. هذا من أحوال الشيخ أو إخلاصه وهكذا. ننتقل الشيخ. فكان ومن أخلاق الشيخ. لكن هذه مسائل كثيرة لكن هذا بعضها أذكرها. نعم. الشيخ يقول لي دعاه شيخنا عبد العزيز بن باز أن يدرس في الجامعة. رأيت وهو يقول ما كنت أريد هكي قال لي لكن أخيرا قبل سبحان الله. فلما فتح الجامعة بعد فتح فلما دخل معهم جاءت مرحلة إيش مرحلة الدراسة العليا ففتحوها وطلبوا من الشيخ أن ينتقل إليها في قسم التفسير. فالشيخ سبحان الله يقول لي ما رغبت فيها. قلت لماذا؟ والله أنا كنت أسأله هكذا. قلت لماذا؟ قال والله يا عبد الرحمن تكون هناك مسائل أنا حتى الآن في الكلية في هناك أمور في نظري تحتاج إلى تعديل فقط. تحتاج إلى ماذا شيخنا؟ تعديل. أي نعم. يجعل كذا ولا يجعل كذا. نعم. أنا أرى كذا لكن ستكون هناك أمور أراها تستحق التعديل ولا أستطيع أن أغير ولو قلت لهم غيروا ما سيفهمون. فلو فعلت هذا بهم لو قلت صرحت لهم بهذا سيكرهون ما أقول ويكرهون ويكرهون وما يغيرون. إذن وأنا لا أستطيع أن أكون معهم في تنفيذ ما أراه يحتاج إلى تعديل ولست مطمئنا إليه وأنا أفعله. بقي فقال ما أريد ما أريد أدخل معه. والله الشيخ يقول كذا شوف من ايش من احواله واخلاصه وحاتبه ورغي هذا